ينطلق هو الشوط الثالث عشر في مجموعة أشواط صباح هذا اليوم، وسيارة للفائز بالمركز الأول، وأيضا جوائز نقدية للبقية الفائزين العشرة في هذا المهرجان، مهرجان قصر الحصن الذي ينطلق بهذا الأداء. إذن اللقاء البكار المحليات الأصايل ينطلق، ونتابع هنا صدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الأول أبراج للسيد سلطان بن خيرة اللي الصدارة والمقدمة، والمركز الأول بنت صوغان من تأتي على الصدارة وعلى المقدمة والمركز الأول هنا، وملكية بنت صوغان للسيد عبد الله بن سالم المسافري من تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني للسيد خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي من تأتينا على ثاني المراكز، والقادم الركية ثيب الرمل بن محمد العامري، ولكن شواهين من تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على الصدارة مع الخمسمائة متر الأخيرة، شواهين على الصدارة، شواهين على المقدمة للسيد خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي من يسيطر على زمام الأمور مع شواهين على الصدارة، ولكن الركية قادمة بكل قوة، سيف الرملي بن محمد العامري مع الركية على الصدارة، الركية على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الركية واللحظات الأخيرة والقادمة هنا سرابة أحمد بن شبر صالح المزروع، الركية وسرابة، ولكن الركية هي الأقرب والفوز الأقرب للناموس. تهانينا السيف الرملي بن محمد العامري على فوز الركية بالمركز الأول، المركز الثاني سرابة أحمد بن شبر صالح المزروعي، المركز الثالث للسيد أيضا دودة بن سالم بن الأسود العامري، المركز الرابع من وصلت سعيد بن حمد بن خويت من عامري، المركز الخامس من وصلت الشاهنية خبيث بن محمد بن خلفان الظاهري أيضا بقصيبة في المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. نعود هنا لحظة التسلل من الركية ووصولها إلى خط النهاية، معلنة الفوز، معلنة الناموس. تهانينا لسيف الرملي بن محمد العامري على هذا الأداء الجميل للركية، وسجلت 7:37 تسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل. بينما المركز الثاني كانت سرابة للسيد أحمد بن الشيبة بن صالح المزروعي، وسجلت 7:38 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. ثالث المراكز من وصل هنا ايضا بن ضبون من وصل مع جبارة دودة بن سالم بن الاسود بن ضبون العامري بتوقيت زمني مقداره 7:38 ثانية، ثمانية من الاجزاء من الثانية.